السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله بغيت نشارك معكم طريقتي في تحضير الشباكيه التقليديه، كتجي معلكه وشاربه العسل. تبعوا معايا هنايا المقادير. عندي هنا 250 غرام ديال الدقيق الابيض، عندي هنايا ربع كاس ديال الزبده تكون من نوع حيواني دائبه، ربع كاس ديال الماء بارد فيه زعفران شعره، ربع كاس ديال اللوز مطحون مزيان بالقشره ديالو، ربع كاس ديال السمسم الزنجلان حتى هو محمر ومطحون مزيان، 4 غرام بيكن باودر، عندي هنايا معلقه صغيره ديال اليانسون حبه حلاوه، شويه ديال المسكه الحره مطحونه، وعندي هنايا الكوزه، معلقه ديال الخل، عندي هنايا جوج معالق كبار ديال ماء الزهر، جوج معالق كبار ديال زيت الزيتون، شويه ديال الملحه، عندي هنايا معلقه ديال القرفه، وعندي هنا السمسم حتى هو محمر. غادي نرشو على الشباكيه ملي غادي نقليوها ان شاء الله. وهنايا عندي العسل، تبعوا معايا الطريقه هذه بمقادير غير قليله على حسب المبتدئات اللي بغوا يجربوها وتنجح معاهم. والى اللقاء الى وصفه اخرى ان شاء الله. لله يا الشمعة سلفت أرضي لسألي، أرضي لسألي شبيك في الليالي تبكي ما دالكيش عيالي. لله يا الشمعة سلفت أرضي لسألي، أرضي لسألي شبيك في الليالي تبكي ما دالكيش عيالي. شوفي سقامك.
عن وصالي وعن الفراق صبر شي صبرني على العقلة وانتي منين جاك حكي ليا الاولي وتالي ما فرقة خليل بحالي ما فرقة خليلة وتقول بك يا عم خيام الصمر والرمالي ولا على الفطح وما ضار على ديار ليلة ولا على فراق اللي عشقو حيها بحالي عربان امنوا بالمختار وش حال من قبيلة I'm